صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المنتجبين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وصونا لمجدك من أي يذال، بما أنت تأباه من مبدعي، وحزنا عليك وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي، سيدي شممت ثراك فهب النسيم، شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت علي ولم يخشعي، سيدي تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم مبدعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبعي تمد إلى عالم بالخنوع والظلم ذي شرقين مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوش بم ممرعي،
سيدي فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي ويا ابن التي لم يلد كمثلك حملا ولم ترضعي رأيتك في صورة لم أرايع بأفجع منها ولم أروعي وماذا أفجع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع وزينب خويا ما ظل دمع بالعين واسقيك وما ظل قلب يحسين انصد ليك خويا بحليب امي عليك بطل الونة ورفس رجليك لو تنفدى بالروح لفديك وجيب الدوى جرحك وداويك اي لكن شبيد الشمير اي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. لتنوير القلوب ولتعجيل فرج إمام العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد. في هذه الليلة الحزينة ليلة عاشوراء والتي اعتاد الخطباء الكرام على أن يذكروا فيها جانب اللوعة وجانب المصيبة لأنها ليلة الدمعة وليلة الحزن كما أنها ليلة العبرة أيضا، ولهذا إن شاء الله حاول بقدر الإمكان أن نذكر شيء يسير ما يتعلق بهذه الآية الكريمة ثم ننتقل إلى الجانب الثاني. ليلة جعلها الله تعالى ليلة قدر هذه الأمة وجعلها فرقانا بين الحق والباطل عبر التاريخ، ليلة صممها الله تعالى منذ أن خلق الإنسان ورسمتها أنامل سيد الشهداء صلوات الله عليه، ولكن بمداد من دماء نحره الشريف ودماء أهل بيته وأصحابه الكرام. هذه الليلة التي جعلت التاريخ ينقلب رأس على عقب، هذه الليلة التي أعطت هوية لهذه الأمة، هذه الليلة التي جعلت فاصلا ما بين عصرين وما بين زمنين، زمن الذل والخنوع وزمن الاستهتار بالمقدسات وبالإنسان، وزمن جعل الحسين سلام الله عليه الكرامة للإنسان وأعاد الكرامة لهذا الإنسان. ولهذا القرآن الكريم ذكر من ضمن ما ذكر ذكر واقعة بدر على أنها فرقان، ويقول المفسرون معنى الفرقان هو ما يفرق به بين الحق والباطل، أو كما قال المرحوم الطباطبائي أنه التفريق بين شيئين، ولكن الكلمة
جعلت وذكرت في آيات مختلفة بمعاني مختلفة، فمنها ما أريد به الكتاب المقدس، كتاب الذي نزل على الأنبياء سلام الله عليهم، ومنها ما يعيشه الإنسان من حالة روحية، حالة تقوائية كما في الآية الكريمة اللي تلوتها على مسامعكم، ومنها الأيام التي جعلت أو جعلت محطات في حياة الناس وهي أيام الله تعالى. هناك أيام جعلت فرقان، من هذه الأيام يوم بدر، يوم التقى الجمعان كما يعبر القرآن الكريم، من هذه الأيام يوم عاشوراء، من هذه الأيام اليوم الذي برز فيه علي سلام الله عليه لعمر بن عبد ود، والذي قال فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. هذا اليوم الذي قال فيه النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هذا يوم فاصل، هذا يوم جعل المسلمين في موقع آخر من موقع الخوف وموقع الاضطراب، حتى أنه يقول القرآن الكريم: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، في يوم الأحزاب اللي جاءوا للمدينة المنورة. لكن علي بن أبي طالب عليه السلام جعل حدا وجعل فاصلا بين مرحلتين، مرحلة الضعف ومرحلة القوة. الإنسان يعيش في حياته ساحات مختلفة للصراع. أول صراع يبدأه الإنسان في داخل نفسه، وهذا الإنسان اللي يعيش في الظروف الطبيعية يعيش صراع في الداخل لا يشعر به أحيانا، يحمل عناصر الخير وعناصر الشر، ولكن متى يتميز هذا الإنسان؟ متى يبين الفرقان؟ في ساعات الشدة، في الساعة التي لا بد له أن يأخذ موقفا. في هذه الساعة الإنسان لا بد له أن يتخذ قرارا حاسما، ولذلك نجد أنه في بعض الحالات كما سأذكر بعض الشواهد، الإنسان لا يمكنه أن يقول أنا محايد، لا يمكنه أن يقول أنا مع هؤلاء ومع هؤلاء، أنا أحب أعداء الله وأحب أولياء الله، هذا لا يمكن. في الظروف العادية يمكن الإنسان لا يعرف ماذا يريد، لكن في الظروف الحاسمة، في ظروف الفرقان، لا بد له أن يقول أنا مع الحسين أو مع الجهة الأخرى. لاحظوا، الله تعالى زود الإنسان بضمير في داخل نفسه، والضمير يقول إن هو آخر قلعة تبقى في داخل الإنسان تقاوم وتقاوم، فإذا انهار الضمير انهار كل شيء. نموذجين في كربلاء، أولهما الحر الرياحي والثاني هو عمر بن سعد. في هذه الليلة كما تعرفون أيها الأحبة، من فعالياتها هذه الليلة هو لقاء واجتماع ثنائي جمع بين الحسين سلام الله عليه وبين عمر بن سعد عليه اللعنة. اجتمعوا في وسط المعركة. لاحظوا النفسية كيف، لاحظوا الإنسان كيف يخذل، لاحظوا الإنسان كيف ينحدر إلى مستوى، وكيف يرتفع الإنسان في ساعات، متى؟ في ساعات الاختبار، في ساعات الفرقان، مو بالساعات العادية. لما يخير الإنسان بين دنيا وبين آخرة، بين جنة ونار، هنا يأتي القرار. تقول الرواية عن الحر الرياحي في يوم عاشوراء كان يرتجف، فقال له بعض أصحابه المهاجر بن أوس، قال له: لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، أنت من الأبطال. قال له: ما لهذا أرتجف، أنا خوفي ليس من الحر. هو كان معروف ورجل فارس. قال: إنما أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. هذا القرار الحقيقي. تعالوا إلى عمر بن سعد الذي دخل إلى سجل المجرمين بالتاريخ، ودخل وتحول إلى لعنة في فم الدنيا، وسيبقى ما بقيت الدنيا. هذا الرجل تاريخه، عائلته، أبو واحد من الصحابة المعروفين سعد، من أصحاب الشورى،
من العشرة المبشرة كما يسمون. فاتح العراق أبوه جالس مترف، عاش في وضع مترف، هناك صلة تربطه مع الحسين سلام الله عليه. أمه أو سعد اللي هو أبوه، أم سعد وأم علي الأكبر أبناء خاله، كانوا أقارب. التفتوا إلى هذه النقطة. ولهذا الحسين عليه السلام قال له: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي في يوم عاشوراء. هناك صلة قرابة، جاءته الآخرة، جاءته الجنة على طبق من ذهب، ولكن سوء حظه وخذلانه اختار ماذا؟ الخسران المبين. الإمام التقى في هذه الليلة بعمر بن سعد، قال له: يا عمر، أتزعم أنك تقتلني ويوليك هذا الطاغية الري وجرجان؟ هل تزعم هذا الشيء؟ لا يكون هذا الشيء. قال له: إن لي دار أخشى عليها أن تهدم، عندي دار في المدينة، قال: أنا أبنيها لك. قال: عندي ضيعة أخشى أن تؤخذ، قال: أنا أعطيك ضيعة من ضياعي. قال: أخشى أن يقتلني ابن زياد. الإمام أعطاه كل الخيارات وأغلق الطرق بوجهه، لكن تخاذل. يقول المؤرخون: في الليلة التي بعث له ابن زياد بكتاب أن يذهب بدل ما يروح إلى الري، يرجع إلى كربلاء يقتل الحسين ثم يرجع إلى الري، هكذا زعم. في هذه الليلة سمع عمر بن سعد يردد الأبيات: أترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين ابن عمي، والحوادث جمة لعمري، ولي في الري قرة عيني. ثم بدأ يستهزئ ويقول: فإن صدقوا فما يقولون، إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. يعني قضية عقاب وجن ونار وكذا طويلة هذه. وهذا هو على نهج أسلافه وعلى نهج هذا الخط الذي لا يعرف لله تعالى عهودا ولا مواثيق. واستشار ابن أخته المغيرة ابن المغيرة حمزة بن المغيرة بن شعبة، قال له: لأن تخرج من ملك الدنيا ومن كل شيء أفضل من أن تلقى الله تعالى بدم الحسين، دير بالك أن تقرب الحسين سلام الله عليه. قال: أفكر، ولكن سوء عاقبته والخذلان. وهذه أيها الأحبة يمكن تعرض لنا كلنا، هذه مو قصة بالتاريخ نتكلمها الآن، هذا مو ماضي، هذا حاضر. كل واحد منا الآن أحيانا تصير خيارات أمامه: دنيا وأموال ومنصب ومجد مزيف، أو يخسر كل هذا لكن مقابل يرضي الله تعالى. فلمن يختار؟ كل إنسان يعيش هذا الصراع متى؟ في وقت الأزمة، في الظروف العادية كلنا الحمد لله كل الناس بها خير وبركة، لكن في ساعة الشدة يتبين الزيف، يتبين الحقيقي من المزيف. هذه النقطة الأولى، الفرقان في داخل النفس، أن يعيش الإنسان في داخل نفسه صراعا ولكن في أوقات الشدة. ثانيا، الفرقان على مستوى ساحات الصراع. الإنسان حينما يشوف الحضارات اللي أمام عينه، تصطرع هذه الحضارات وتعيش حالات في الظروف العادية كل الناس دعاة حقوق الإنسان، في الظروف الطبيعية كل واحد يتبجح بهذه الاعتقادات وهذه الشعارات المزيفة، ولكن تعال شو خصير حرب، خصير مشكلة، خصير قضية معينة، تمس شعبا دون آخر، انظروا إلى هؤلاء الذين يحملون ادعاء وكذبا وزورا هذه الشعارات، انظروا إليهم يضربون بها عرض جدار ولا يراعون أي حرمة لأحد. في الظروف العادية لا يبين هذا الشيء، لا يتبين، لكن في الامتحان يكرم المرء أو يهان. هذه ساحة من ساحات الصراع أيضا، ساحة المجتمع، وهي ساحة صعبة يحتاج الإنسان بها أن يكون ملتفت إليها. ساحة أخرى من ساحات الصراع والفرقان في الأفكار والاعتقادات والتصورات التي يحملها الناس، أيضا في الظروف العادية لا تتبين. في كربلاء قدمت نماذج رائعة أخوين، عمرو بن قرظة وعلي بن قرظة، من حضر في كربلاء. علي بن قرظة حضر مع الجيش المقابل للحسين سلام الله عليه، أخوه اسمه عمرو بن قرظة حضر مع الحسين سلام الله عليه، أخوين
واحد يحارب الثاني. شوف الإيمان كيف يصنع بالإنسان، شوف الإيمان كيف يغير الإنسان. لو وصل الأمر إلى إنسان يحارب أخوه من أجل الدين من أجل العقيدة، لا مانع في ذلك. يقول إمامنا علي عليه السلام: ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأن القتل ليدور على الآباء والإخوان والقرابات، فما نزداد على كل مصيبة إلا إيمانا وتسليما وصبرا على مضض الجراح. كان يحاربوا هم قريش منهم، كان يحاربوا الأقرب والأبعد، ولكن العقيدة هي الأول وهي الآخر. العقيدة هي الأساس أيها الأحبة. مو لازم الإنسان يهادن، مو لازم الإنسان يقول هذا أقاربي وهذا كذا وهذا من جماعتي وهذا من بلدي. هذه العناوين لا يعير لها الإسلام إذا كانت تضارب مع قيم الدين. الصراع على مستوى الأفكار والتصورات أيضا فرق بين الناس، ولهذا الشكون عبر التاريخ هناك مواقع كثيرة، لكن نحن نذكر هذا الموقع اللي هو محل هذه الليلة المؤلمة. موقع كربلاء كان من أبرز عناوين الفرقان التي فرقت بين الحق والباطل. هل في جيش ابن عبيد الله بن زياد شيء اسمه حق؟ هل يحمل أولئك الأجلاف ذرة من النبل وذرة من القيم وذرة من الضمير؟ كلا، تخلوا. الإمام أكشفهم في هذه الليلة، كشفهم على حقيقتهم، تخلوا عن كل معاني الإنسانية. يصل الأمر بهم إلى أن يقتلوا طفلا صغيرا، يصل الأمر بهم إلى أن يحرقوا الخيام. عمر بن سعد هذا الرجل نفسه أول من يبرز في يوم عاشوراء كان ينادي: اشهدوا لي عند الأمير، اشهدوا لي. يضرب أول سهم ينطلق في يوم غد، إن شاء الله سنقرأ قصة المصرع. أول من يرمي الحسين عليه السلام بسهم هو عمر بن سعد، ويقول: اشهدوا لي عند الأمير. لماذا يشهدون؟ لأنه يطمع بالجائزة. هذا الرجل اللي تقول له زينب عليه السلام يوم عاشوراء: أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ صرف بوجهه الخبيث عنها وهو يبكي، لكن بكاء ودموع التماسيح. في ناس الذين يصلون إلى حد من النفاق يتحكمون بدموعهم أيضا. هذا من هذه النماذج. صار يبكي ولكن يقول: أحرقوا بيوت الظالمين. ويقول: يا خيل الله اركبي، خاطب الخيول التي أقبلت إلى أن تطأ الحسين سلام الله عليه، دوس على صدره وعلى ظهره. يقول: يا خيل الله، يعني خيل الجهاد هذه، يا خيل الله اركبي وطئي ظهر الحسين. شوف الخسة والانحطاط إلى أي مستوى يصل في هذه الليلة المؤلمة، ليلة الحزن وليلة الوداع كما تعرفون. الحسين سلام الله عليه عند عدة فعاليات كما ذكرت. النقطة الأولى حينما التقى مع هذا الرجس اللي هو عمر بن سعد، والنقطة الثانية حينما هجم القوم على المخيم، وحينما أقبلت الجموع نحو المخيم كان الحسين جالس في خيمته يصلح سيفه. أقبلت إليه زينب العقيلة: أخي يا حسين ابن أم، القوم قد أقبلوا إلينا. أقبل إلى أخيه أبي الفضل العباس: أخي أبي الفضل اركب بنفسي أنت واطلب منهم أن يمهلونا سواد هذه الليلة، فإن الله تعالى يعلم أني أحب الصلاة وتلاوة القرآن وكثرة ذكر الله تعالى. ليلة العبادة، ليلة عاشوراء ليلة العبادة، ليلة القرآن، ليلة الذكر، ليلة الطاعة لله تعالى. الحسين منقطع في هذه الليلة، منقطع إلى الله تعالى يتلو القرآن. رجع العباس إليهم سلام الله عليه وطلب منهم، اختلف القوم فيما بينهم، فجاء النداء من بعضهم ومن بعض قادتهم: لو كانوا من الترك أو الديلم لأجبناهم إلى ما دعوكم، فكيفهم من قد علمتم؟ يعني كيفهم أبناء رسول الله. أجلوهم هذه الليلة. يقول الإمام زين العابدين في هذه الليلة: كان الإمام الحسين جالس في المخيم وهو يصلح سيفه، يهيئ نفسه لامة حربه، ويقرأ هذه الأبيات: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما الأمر إلى الجليل،
يقول فهمت من الأبيات أن أبي الحسين ينعى نفسه، يعني هذه آخر ليلة في حياته، هذه آخر وداع، يوم غد بعد لا يبقى أحد من هؤلاء الرجال والأبطال. يقول فخنقتني العبرة، لكن كتمت على نفسي لئلا ترى زينب، عمتي زينب، وتعرف بطبيعتها كامرأة يمكن تتأثر وتتألم. يقول كتمت هذا، ولكن زينب أيضا سمعت فأقبلت إلى خيمة الحسين سلام الله عليه قائلة: أخي يا ابن أم، أخي أتغتصب نفسك اغتصابا فذلك أقرح على قلبي. قال أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، ولي ولكل مؤمن ومؤمنة برسول الله أسوة حسنة. أخي تعزي بعزاء الله. هدأها وسلاها وصبرها، ثم خرج سلام الله عليه يمشي يتفقد الخيام، وقد قرب الخيام إلى بعضها البعض في هذه الليلة. خرج يمشي فأحس من ورائه بحركة، نظر وإذا به نافع واحد من أصحابه رضوان الله عليهم. قال نافع: ماذا، ما الذي جاء بك؟ قال سيدي أقبلت أمشي وراءك وخشيت عليك من الأعداء حتى أحميك. يقول نافع التفت إلي الإمام، قال لي: يا نافع ألا تنظر ما بين هذين الجبلين؟ قلت: بلى. قال: اسلك بينهما فإن القوم لا يطلبون غيري، روح إلى أهلك. صار يبكي نافع: سيدي إن سيفي بألف وفرسي بألف، فوالذي من بك علي لا أدعك حتى يكلاني من فري وجري. كيف أدعك يا أبا عبد الله؟ هذه السعادة، السعادة جاءت إلينا ونتخلى عنها، كيف أتركك؟ أقبل إلى أصحابه ويتفقد الخيام واحدة بعد الأخرى. يقول نافع: بعد أن تركني الحسين سمعته يكلم أخته الحوراء زينب وهي تسأله عن أصحابه، تقول: يا أبا عبد الله، هل استخبرت أصحابك نياتهم؟ أخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة. قال: بلى أخي، لقد بلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس، إنهم يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بمحالب أمه. يقول لما سمع نافع أقبل إلى حبيب قائد الأنصار، قال: حبيب سمعت كذا وكذا. أقبل حبيب بن مظاهر وجمع الأنصار مناديا بهم: يا ليوث الكريهة ويا فرسان الهيجة، هلموا معنا إلى مخيم بنات الرسالة لئلا يشعرن بالخوف والفزع في هذه الليلة. أقبلنا بنات رسول الله، أقبل الأنصار، وقفوا أمام المخيم، صاحوا بأجمعهم: السلام عليكم أهل بيت النبوة، موضع الرسالة مختلف الملائكة، هذه سيوف فتيانكم، أبوا إلا أن يغمدوها في جماجم أعدائكم. خرجت زينب من وراء الخيمة تقول: الله الله بنا يا محيي الليل بالعبادة، الله الله بنا يا كرام، أي آخر ليلة لا تقصروا عن نصرتنا، وصوا بنا وصوا بنا قبل ان ترحلون، قبل ان على الغبرة تنامون، حرمة حرمة وغريبة لا تضيعون. رجع الأنصار إلى الخيام بعد من هذه الصور المؤلمة في هذه الليلة. يقول إن الحسين عليه السلام مر بابنته سكينة جالسة في كسر الخبا متألمة متأذية، آخر ليلة، صور الإنسان يودع أبا في آخر ليلة، بعد ما في يوم ما في أمل باللقاء، رجع إليها: بنية سكينة لا تبكي، بنية كسرت قلبي وزدت كربي. قالت: أبا يا حسين، أبا يا حسين، امسح على رأسي كما يمسح على الأيتام. قال: بني لا تبكي، سيطول بعدي سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي.
بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. وبعد الحسين في آخر من ودع في هذه الليلة، ودع الجميع، أقبل إليهم، هداهم الإمام زين العابدين. ولكن هاي ليلة الرضيع هذه، بعد واحد ما قرأنا عنه وهو الرضيع، عبد الله الرضيع، هذا اللي كان بعد من العمر له 6 أشهر، الحسين ودع وداع خاص، صار ينظر إليه نظرة خاصة، يدري أنه هذا هو أيضا مشمول بالشهادة. أقبل إلى هذا الرضيع، حمله، تأمل فيه، قال: بني بعدا لقوم يكون جدك رسول الله خصمهم يوم القيامة، ما هو ذنبك أيها الطفل؟ وفعلا هذا الطفل الرضيع الذي ترك لوعة في قلوب أهل البيت، ترك لوعة في قلوب محب أهل البيت، هذا الطفل الذي جاء به الحسين يوم عاشوراء آخر من بقي، رجع الإمام إلى المخيم. والعادة الإنسان لما يرجع إلى البيت متألم مهموم يقدم له الطفل الرضيع فيأنس به. الحسين رجع بعد أن قتل أهل بيته وأصحابه، رجع قد تقدمت له زينب بهذا الطفل: خذوا رضيعكم يا آل محمد، اسقوه قليلا من الماء. 3 أيام ما شرب الماء هذا الطفل. أخذه الإمام، أقبل به إلى القوم، قال: يا قوم، إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ خذوا، إن تخافوا أن أشرب من الماء، واسقوه قليلا من الماء. نظر القوم، اختلف القوم فيما بينهم. عند ذلك صاح اللعين، صاح ابن سعد بحرملة: يا حرملة، اقطع نزاع القوم، يعني اقتل هذا الطفل. أجركم الله أيها المعزون، أيها المصابون، أيها المؤمنون، هذا الطفل الرضيع اللي كان ليس له ذنب، ليس له أي شيء، حمله الحسين إليهم. يقول المؤرخون: وبين أقبلت ريح كشفت البرقع عن وجهه. نظر حرملة، بقي متأملا أين يضرب هذا الطفل. يقول: لما زيل البرقع عن بان بياض رقبته، وضعت السهم في كبد القوس، ذبحته من الوريد إلى الوريد. أيوا مظلوما هو سيدا، تلقى حسين دم الطفل بيده بيده، شحال يقتل بحضنه، وليده سال وترس كفه من وريده، يذب للسما وللقى يا اعمى خيار. هنا تحير الحسين، كيف يرجع به الى امه؟ باية حالة؟ يقول: رجع به مغطي الطفل، رجع به الى عمته زينب، قال: اخي خذي الرضيع مذبوحا. أقبلت به إلى أمه تمهد لها، قالت: أين أبو الفضل؟ قالت: قتل. أين الأكبر؟ قتل. أين القاسم؟ حتى تهيئ لها الجو. قالت: ماذا جرى على ولدي الرضيع؟ قالت: خذي رباب، خذي ولدك مذبوحا. تصور أم بهذا الطفل، هذا الصغير بهذا العمر، تأخذه بين يديها، تهز المهد ولا تشعر بأنه خال من وليدها. خذيت سلوتي وظلت سالي، برويحتي والدمع هالي، أدورا على يميني وشمالي، أهيز بالمهد والمهد خالي. هذه المرأة الثاكلة، يقولون في يوم عاشوراء ليلا فقدتها زينب، راحت إلى أرض المعركة تدور عليها: ربابة أين أنت؟
يقول إن أقبلت سمعت أنينا وحنينا يقطع القلوب، وإذا بهذه المرأة تأتي إلى وليدها تقول: ولدي ولدي عزيزي ولدي، جئت إليك لعل فيك رمق من الحياة، هذا وقت رضاعك يا ولدي، هذا وقت الرضاع، وأنت الآن بأية حالة قلت آتي إليك لعل فيك رمق من الحياة. دايك ما يطيب ودايب وكنوب، داي اللي يهدم ولا وسيب قلوب، حسبت حساب وحسابي طلع يا مقلوب، سكنة ميسرة وانت الفقيد، يا رجواي يا رجواي بعدك بعد ما لوليت، بعد حسين عيب اجلس بظل البيت، يا محروم يا ابن الكربلاء يا ابن عسين لا جئت، يا ابن تموت وانت ما شربت الماي، عسى يا ما ينقطع جريانك، يا ابن تموت وانت تلوك بلسانك، آه ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعه يا الله. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم فرج عنا فرجا قريبا عاجلا يا أرحم الراحمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله. المؤسسون تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، إلى أمواتهم وإلى أمواتكم وإلى من مات على الإيمان وإلى أرواح العلماء والشهداء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.